السلام عليكم. فيديو جديد، مراجعة جديدة للتليفون في الفئة الاقتصادية العليا، الفئة الاقتصادية ديال 2000 درهم، الفئة اللي كتعتبر أكثر فئة مبيعا. التليفون هذا هو سامسونج M22 اللي كنعتبره الخليفة ديال M21، لأنه كيجيب مواصفات اللي ممتازة صراحة بالمقارنة مع الثمن ديالو، وبطبيعة الحال فيه بعض العيوب اللي ضروري نذكروها. المهم في هذا الفيديو كما هي العادة غادي نعرفوا جميع التفاصيل ديال هذا التليفون اللي هو سامسونج جالاكسي M22. رجعنا من جديد، وهذا هو سامسونج جالاكسي M22 اللي ماشي بزاف هادي تقريبا باش دخل السوق، ربما شي شهر ونص. عارف بلي تعطلت في المراجعة ديالو شوية، ولكن السلعة قليلة بزاف، المرات كنسول عليه ما كيكونش السلعة متوفرة. المهم يلا توفر وجبتو حاليا. الإشارة متوفرة عن اتصالات 8 مليون، النمرة ديال تحت الفيديو كما هي العادة. ونبدا لكم أول حاجة كما هي العادة، الديزاين ديال التليفون. أولا مواد الصنع ديال التليفون كاملة من البلاستيك كما تعودنا في جميع الهواتف ديال الفئة الاقتصادية هذه، حاجة اللي معروفة. كما كتشوفوا الديزاين ديالو مختلف على A22 اللي ديجا درنا ليه مراجعة، اللي قريب ليه بزاف في المواصفات، اللي ديجا درت ليه مراجعة كما قلت لكم كاينة في القناة اللي مازال ما شافها ومهتم به، غنخليها لكم في الآي ملي تسالي الفيديو سير شوفها. ديزاين ديالو مختلف، انه كيجيب خطوط مستطيل في الظهر ديالو كما كتشوفوا، بحال حرش شويه الظهر ديالو باش ما يشدوش فيه البصمات بزاف. وكما كتشوفوا الاطار اللي فيه الكاميرات في 4 ديال العدسات، كيجينا الفلاش خارج على الاطار كيجي تحت الكاميرات، والشعار ديال سامسونج في التحت ديال الهاتف. الا جينا نشوفوا من التحت ديال الهاتف، عندنا منفذ الشحن تايب سي، عندنا مايكروفون، وعندنا منفذ السماعات 3.5 ملم، وعندنا السماعات. والفوق ديال الهاتف عندنا مايكروفون لعزل الضوضاء، وعندنا ازرار ديال الفوليوم اولا ديال الصوت في الجنب، وتحت منهم زر الباور ومدمجه فيه البصمه. وفي الجنب الاخر عندنا مكان تركيب الشرائح، والقدام كيجينا بشاشه كامله، ولكن السيلفي ما كتجيناش في الثقبه ولا في خرب الشاشه، كتجينا في نوتش كما كتشوفوا. شاشه الدقه ديالها HD+، وهذا هو اول عيب في الهاتف اللي ما عجبنيش، كنت كنتمنى انها تكون فول HD+، ولكن شاشه هنا سوبر اموليد. يعني باش تاخذ تليفون ب 1800 درهم، النسخه ديال 464 تاخذ تليفون ب 1800 درهم وتحصل فيه على شاشه سوبر اموليد، فربما هذا ارخص تليفون تقدر تاخذه بهذا الثمن فيه شاشه سوبر اموليد. وخا الدقه ديالها ناقصه شويه كما قلت لكم اتش دي بلس، ولكن كيبقاو فيها الالوان ممتازين. السطوع ديالها كيوصل حتى 600 نيتس، يعني السطوع ديالها تحت الشمش ممتاز، ما غاش تلقاو فيه مشكل، كيبان لكم كل شيء واضح. وزياده على هادشي كامل، الالوان ديال سوبر اموليد راه ممتازين بزاف في الفراجه. زياده على هادشي، شاشه كتدعم تحديث اولا ريفريش ريت كيوصل حتى 90 هرتز، وهادي حاجه اللي مزيانه في تليفون في الفئه الاقتصاديه العليا. 90 هرتز، شاشه سوبر اموليد، حاجه اللي زوينه بزاف في هاد التليفون، وكنعتبرها ميزه قويه. ولكن حاجه اللي خصكم تردوا ليها البال في حال خديتوا هاد التليفون هذا، خصكم ضروري ديروا ليه سكرين بروتيك، لانه كيجي بدون حمايه على الشاشه، وما كتجيش معاه لا سكرين بروتيك ولا حتى كوفر في العلبه ديالو. يعني في حال خديتوه خصكم تركبوا ليه سكرين بروتيك باش تحافظوا على الشاشه، لان سوبر اموليد غاليه بزاف في حال تهرسات لكم، راه خصكم واحد 1000 درهم باش تبدلوها على الاقل. جيو دابا لوسائل الامان ديال الهاتف. الهاتف كيجينا بصمه في جنب او لا مدمجه في زر التشغيل، زر باور. الاداء ديالها كنعتبره مزيان، ماشي اسرع ما كاين يعني مقارنه مع تليفونات في نفس الفئه اللي جربت ديجا، ولكن الاداء ديالها كتعتبر مزيان كما كتشوف، وما كتغلطش. فالمهم الاداء ديالها مقبول. عندكم الفيس انلوك حتى هو الاداء ديالو مقبول حتى هو متوسط. وبالنسبه للسوفتوير فالهاتف كيجينا باندرويد 11 من العلبه ديالو. اندرويد 11 تعودنا عليه في جميع الهواتف مؤخرا اللي كيخرجوا للسوق جداد. كاين دابا اندرويد 12، ولكن صعيب اننا نشوفوه من دابا في تليفونات الفئه الاقتصاديه او حتى في تليفونات الفئه المتوسطه، مازال خصو شويه الوقت. ولكن بطبيعه الحال كنظن باللي هذا الهاتف هذا من هنا لقدام غادي يقدر يتوصل بالتحديث ديال اندرويد 12. الواجهه اللي كيجينا بها هي الواجهه ديال سامسونج الوان يو اي 3.1 كور، ماشي الواجهه الكامله اللي كنشوفوها في تليفونات الفلاكشيب وحتى في بعض التليفونات في الفئه الاقتصاديه والفئه المتوسطه. الكور اللي في هذا الهاتف لان كتعتبر خفيفه شويه وناقصين فيها بعض المميزات بالمقارنه مع الواجهه الكامله ديال سامسونج. الواجهه ديال سامسونج كما كتعرفوا واجهه من افضل الواجهات اللي تقدروا تستخدموا على تليفون، من ناحيه الاستقرار، من ناحيه الخصائص. واجهه اللي انا شخصيا كتعجبني بزاف الاستخدام ديالها، وهادشي ديما كنقولوا في الفيديوهات اللي كنهضر فيهم على تليفونات سامسونج، لان السوفتوير ديال سامسونج كتعتبر ميزه قويه
في الهواتف ديالها. نجيو دابا لاهم نقطه في اي هاتف اللي هو الاداء ديال الهاتف. كي داير؟ اولا هذا الهاتف هذا كيجينا بجوج نسخ من ناحيه ذاكره التخزين والذاكره العشوائيه الرام. اول نسخه اللي هي 4 مع 64 واللي قليله شويه في السوق واللي هي كنعتبرها مناسبه بزاف لان الثمن ديالها كيدير 1800 درهم تقريبا 1850، والنسخه اخرى اللي هي 6 مع 128 كدير 2100 ولا 2150 درهم بحال هكا. الثمن هذه اللي مطرى كينزيد له وكيطلع بزاف، فممكن نلقاوه زايد على الثمن اللي قلت انا، يعني راه عادي لان السلعه قليله في السوق كما قلت لكم. المهم نوع ديال دواكر التخزين في الهاتف اللي هي الاي ام ام سي 5.1 اللي كيتعتبر نوع قديم وهو الشائع في الفئه الاقتصاديه. نجيو دابا المعالج اللي في الهاتف اللي هو الميديا تيك هيليو جي 80، معالج اللي مشهور بزاف ودارت مجموعه التليفونات في السوق المغربي حاليا، متوفر اكثر من 3 ولا 4 ولا 5 ديال التليفونات في فئات مختلفه. هاد المعالج الاداء ديالو معروف، معالج اللي كيتعتبر ممتاز بزاف في الفئه الاقتصاديه، وممتاز بزاف اننا نشوفه في تليفون بهذا الثمن ب 1800 ولا 2000 درهم. واخا كاين في ريدمي 9 مثلا اللي الثمن ديالو 1500 درهم، ولكن ريدمي 9 ما بقاش دابا في السوق. المهم ما عليناش، الاداء ديال هاد المعالج راه ممتاز في هاد الهاتف. غيعطيكم استخدام عادي، يعني الناس اللي كيتصفحوا وكيستخدموا السوشيال ميديا، فالاداء ديال هذا المعالج ممتاز بزاف، ما تلقاو حتى شي مشكل. وحتى الناس اللي باغيين يلعبوا بابجي، كول اوف داتي، فري فاير، العاب اخرين، فما عندكمش مشكل. انا تيستيت عليه بابجي ولعبت فيها مزيان، كما كتشوفوا ما لقيت حتى مشكل، ما كاينش لاغ حتى سخونيه، الهاتف ما سخنش بزاف واخا ما لعبتش يعني لمده طويله، تقريبا واحد نصف ساعه وانا كنلعب عليه. مقارنه مع بعض التليفونات اللي جربت بنفس المعالج، ف هنا الحراره ناقصه بواحد الشكل اللي ملحوظ. نجيو دابا البطاريه، البطاريه اللي كتجينا بسعه ديال 5000 ملي امبير. 5000 ملي امبير هي اللي شائعه في جميع التليفونات ديال الفئه الاقتصاديه مؤخرا ولا حتى الفئه المتوسطه. المهم من ناحيه الاستخدام العادي ديالنا اليومي، انك تجاوب على مكالمات، تستخدم الفورجي مره او الويفي، المهم تصور مره، فالتليفون غيكمل لك النهار بكل راحه، ما غادي تلقى فيه حتى شي مشكل. بالنسبه الحاجه اللي كنعتبر سامسونج مازال متاخره فيها شويه في جميع التليفونات ديالها، واللي هي الشحن السريع. الشحن السريع اللي كيدعم هذا الهاتف هو 15 واط. 15 واط كاينين منافسين كيدعموا شحن سريع 33 واط او 25 واط، وكاينين تليفونات في اقتصاديه كيدعموا شحن سريع 25 واط او 18 واط. المهم هذه ربما تكون انت تبان لك عيب وتبان لك بلي عادي، ولكن بالنسبه لي انا كنفضل يكون في الهاتف الشحن سريع باش ما يحتاج لك وقت بزاف وانت بغيت تشارجيه، تكون زربان بغيت تخرج ولا شي حاجه. نجيو دابا حاجه اخرى مهمه بزاف واللي كنعتبرها حاجه اللي كيتميز بها التليفون، اللي هو الكاميرات. الكاميرا الخلفيه كما كتشوفوا اللي كتجينا في هذا الاطار المربع اللي كيحتوي 4 ديال العدسات. العدسه الاساسيه فيهم كتجينا بدقه ديال 48 ميجا بيكسل، العدسه الثانيه بدقه ديال 8 ميجا بيكسل الترا وايد، العدسه الثالثه كتجينا ب 2 ميجا بيكسل ماكرو، وعدسه رابعه العمق او الديف كتجينا حتى هي ب 2 ميجا بيكسل. بالنسبه للتصاور اللي التقط في هذا الهاتف، انا كنعرضهم لكم حاليا قدامكم، واللي كنعتبرهم تصاور ممتازين تليفون في هذه الفئه. هذه عجبتني الكاميرا ديال التليفون صراحه، التصاور ديالو كما كتشوفوا ممتازين، لا الالترا وايد ولا العدسه الرئيسيه 48 ميجا بيكسل، كلشي تصاور اللي التقط بهذا الهاتف. ففيهم تفاصيل، الالوان ديالهم زوينين، التوازن ديالو الابيض تا هو ممتاز، اتش دي ار تا هو مزيان. المهم تصاور اللي تقدروا تعتمدوا عليهم بارطاجيهم في السوشيال ميديا، وخصوصا الا خديتوا تصاور في بلاصه اللي فيها الاضاءه معتدله. هذا الشيء كما كتعرفوا راني كنقارن التليفون مع التليفونات اللي بنفس الثمن ديالو، ما كنقارنش التليفون مع تليفونات في الفئه الرائده مثلا او في الفئه المتوسطه العليا. فاش كنقول لكم كاميرا ممتازه في هذا الهاتف كنعني باللي بالمقارنه مع التليفونات اللي بنفس الثمن ديالو. وبالنسبه للفيديو، فالهاتف كيصور فيديو بدقه ديال 1080 بي لدين اطار الثانيه، ما كيصورش 4K، ولكن كيدعم ميزه اللي قويه بزاف ما عادش تلقاوها في شي تليفون اخر في هذه الفئه، ربما من غير ال A22، واللي هي خاصيه التثبيت البصري الحقيقي. هاتف كيدعم مثبت بصري حقيقي، وانت كتصور فيديو فغتحصل على فيديو اللي ممتاز بزاف، وخصوصا من ناحيه التثبيت كما كتشوفوا. انا غنخليكم مع الفيديو اللي كنصور لكم حاليا، وعطونا الراي ديالكم حتى في الصوت اللي سجلت من الهاتف، لان الهاتف كيدعم ميكروفون اضافي لعزل الضوضاء. هذا فيديو بدقه ديال الفول اتش دي مع 30 اطار في الثانيه، والهاتف كيدعم مثبت بصري حقيقي، وهذه هي الميزه القويه في هذا الهاتف. الصوت عطوني الراي ديالكم فيه نتوما دابا، كيفاش كتسمعوا الصوت؟ ما كنصور في بلاصه اللي فيها الصداع،
جيب دابا الكاميرا سيلفي اللي كتجينا بدقه ديال 13 ميجا بيكسل وكتجينا في النوتش كما كتشوفوا في الشاشه. التصاور ديالها كنعتبر تاهما تصاور ممتازين بالمقارنه مع التليفونات اللي بنفس الثمن ديال الهاتف. حتى هي كتدعم البورتري وهذه حاجه زوينه. بالنسبه لتصوير الفيديو بالكاميرا الاماميه فكيصور فيديو كما قلت لكم 1080 بي مع 30 اطار في الثانيه، ما عندناش فيه مثبت الكتروني ولا مثبت بصري كما شفنا في الكاميرا الخلفيه. غنخليكم مع فيديو التقطته بالكاميرا سيلفي. وهذا فيديو بالكاميرا سيلفي اللي حتى هي كتصور فيديو بدقه ديال الفول اتش دي 30 اطار في الثانيه، ولكن هي ما فيهاش مثبت بصري او لا مثبت الكتروني بحال الكاميرا الخلفيه كما كتشوفوا، كاين اهتزاز في الفيديو. والخلاصه التليفون هذا كيعتبر تليفون اللي ممتاز بزاف، وكنعتبره هو الخليفه ديال الام 21 اللي مع الاسف ما رجعش للسوق، لانه كنا شفنا ديجا سامسونج اعلنت على نسخه ديال 2021 من الام 21 في الهند، وكنت متوقع انها تكون في السوق المغربي، ولكن مع الاسف ما شفناش في السوق المغربي. ولكن اللي باقي كيسول على الام 21 فالام 22 وخصوصا النسخه 464 بالمقارنه مع الثمن ديالو فهاتف اللي ممتاز بزاف، ونصح به اي واحد بغى تليفون متكامل. وهادشي اللي كاين، نتمنى تكون درت لكم مراجعه بالتفاصيل اللي كطلبوا مني. الا نسيت شي حاجه كتبوها لي في لي كومونتير باش فيديو اخر نبقى نهضر عليها ونتيستيها في التليفون. نتمنى تكونوا استفدتوا من المراجعه. ما تنساوش تابعوني على انستغرام، نخلي لكم الرابط في اول تعليق وفي الوصف ديال الفيديو. الا كتابعوني من يوتيوب فاشتركوا في القناه وفعلوا الجرس الى مهتمين بمحتوى طبيعي الحال، ولا كتابعوني من فيسبوك ديروا متابعه للصفحه ديروا جادوغ، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.